هذا شارع حلب. شارع حلب ايش يحتاج حتى يرجع لمدة قبل؟ والله يحتاج شيئين. الشيء الاول التسقيف، يعني صرف علينا خوش فلوس، يعني هذا التبليط والشوارع والمياه والكهرب يحتاج لنا تسقيف. والشغلة الثانية انه اصحاب المحلات يجون يرجعون يفتحون، هي اهم شيء هذه. الى سقف يرجعون؟ يرجعون. البسطات تتذكر قبل كان حتى بسطات بين متر ومتر بسطة. بسطة. يشجع المحلات؟ اي يشجع. يشجع ونحن جانا يمكن مرتين ثلاثة المحافظين وقلنا لهم، قالوا موجود وبالخطة والتسقيف موجود وهذه بتضل على التمويل. فنستند شو قيمة التمويل يجي. شارع حيوي. أحسن شارع بالموصل، وأقدم شارع بالموصل. يعني شارع حلب وشارع السعدون أقدم شيء هو بالموصل. اللي يجي ما يزور شارع حلب من العراق كله باعتبار ما زار الموصل. والله شارع حلب لحد الآن تعبان. ماكو لا حد يعوض لا حد هذه، وشايفها يعني كلها مهدمة. التسقيف ضروري يعني؟ اي ضروري، اي والله ضروري. السقوف على البنية وفلوس يريدوا من العالم، والعالم قاعدة ايجار وما عندها. والله يحتاج يعوضون الناس اللي تجي تسوي محلاتها تسوي شغلاتها، ناس ما عنده. هلكانة الناس ما يحتاج شيء، يجي يعوضون الناس. كل من ساعة هذا المحل مال والله صديقي ما عنده يجي يكمله، لو عنده فلوس كان جاء كملوا. عوضوا الناس، بس حكي بالتلفزيون وقال فلان هسه فتحوا النواب كلهم فتحوا مكاتب، ننطي ما ننطي. اخي طول الناس خلي تبني، خلي تشتغل، الناس ماتت من الجوع. هو اذا عوضوا اهل الايمن، الايمن يرجع احسن من قبل، بس ما يعوضون. جيب معاملتك، جيب كذا وجيب كذا وكله. شوف اخي الدنيا وما بيها، عوضوا الناس، الناس تبني ويصير ترجع الايمن. ما يعوضون الناس كله فاشل. يحتاج له الى تسقيف، خاطر المحلات ترجع، بسطات ترجع، فتح عالم اكثر من السعر الموجوده، تعود الحياه الى هذا الشارع، لان الوضعيه تعبانه. فاذا ما ترجع الوضعيه مثل قبل زحمه هذا الشارع يرجع، هسه لازم يرجع السوق، يرجع بعد ذول العرباين، يرجع هنا الباصات. هذا السوق كان لو دور اساسي التسقيف، اذا صار التسقيف ترجع المحلات، ترجع بسطات، تجي تفتح عالم. رايك بشارع حلب ايش يحتاج حتى يرجع؟ شارع حلب بس كهرباء اكو، تبليط اكو، مي اكو، يحتاج له سقايف، العالم ترجع خاطر اكثر. هسه العالم راجع ما كثير، يعني نقول 50% راجعين او اكثر، بس اذا سقفت ترجع العالم وصير مثل ما كان قبل الزحام، ما دوت الرجل ماكو بيه. يعني التسقيف شجع العالم، شجع العالم، ما شجع العالم ترجع.